مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 6 لسن 5، اليونت السادس الدرس الخامس. عنوان الدرس فؤاد إيتس يوكي، فؤاد يلتقي بيوكي. احنا شرحنا سابقا او بالدرس السابق انه فؤاد نوى انه يروح لليابان على مود يلتقي بصديقه يوكي. طبعا ذهاب لليابان كان مع والده اللي كان ذاهب لليابان بعمل، وهو راح وياه باعتباره عنده صديق هناك بالمراسله اللي هو يوكي، اللي تعرف عليه من خلال الجريده او المجله اللي اعلن من خلالها. فهنا التقى بيوكي او التقى بعائله يوكي، ومن خلال عنوان الدرس فؤاد ميتس يوكي عرفنا هذا الشيء. شو يقول لي؟ يقول لي listen and read، استمع واقرا. استمع للمحادثه اللي دارت بين يوكي وفؤاد، then practice introduction، ثم قم بالتدرب على الانترودكشن. انترودكشن التقديم، يعني انت لما تلتقي بشخص جديد وتعرفه على عائلتك هذا نسميه انترودكشن، تقدم هذا الشخص لعائلتك. فبالبدايه يوكي يتحدث، شو يقول؟ يقول هلو، مرحبا. Are you Fuad؟ هل أنت فؤاد؟ إجابة فؤاد: Yes and you must be Yuki. نعم وأنت يجب أن تكون يوكي. Hello، مرحبا. يوكي إجابة: How do you do؟ كيف حالك؟ Come and meet my parents. تعال والتقي بوالداي. Parents الوالدان. يوكي إجابة أو يكمل: This is my father. هذا أبي. Dad. This is Mr. Salim and this is Fuad. يا أبي، هذا السيد سالم وهذا فؤاد. انتبهوا، هذا أو هذه الطريقة هي الفكرة من الانترودكشن، من التقديم. أنت لما تريد تقدم شخص ما يعرفه عائلتك تقول له مثلاً دان this is فؤاد، يا أبي هذا فؤاد، تقدم فؤاد اللي هو ما يعرفه لعائلتك. فهذه هي الطريقة اللي نتبعها بتقديم شخص ما نعرفه. How do you do؟ كيف حالك؟ طبعاً جاوب، يجاوب فؤاد: كيف حالك سير سيدي. مستر اونو، انتبه لي، مستر اونو اللي هو من هو؟ اللي هو ابو يوكي. قلنا يوكي اسمه يوكي اونو. اذا والد يوكي يقول له هاو دو يو دو، كيف حالك؟ يو ار فيري ويلكم، انت مرحب جدا بك في بيتنا. بعد ما قرأنا هذا المقدمه او التقديم اللي قدمه يوكي لعائلته، تقدم فؤاد، شو يطلب من عندي؟ براكتس ذا انتدكشن، حاول انت تتدرب على هذه المحادثه. فالطلاب يختار ثلاث شخصيات، شخص يمثل دور فؤاد، شخص يمثل دور يوكي، وشخص آخر يمثل دور مستر أونو. يسوون محادثة داخل الصف بطريقة تقديم شخص من عرفه. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم للامتحان التحليلي والامتحان الشفوي. وراها منطي هذا المقطع النصي. طلاب اليونت كله معتمد على هذا المقطع النصي. لازم نتعرف على يوكي، عائلته، تقريبا الدرس كله متمحور حول هذا المقطع النصي. لازم نتعرف على يوكي، عائلته، منو مستر اونو، شو مواصفاته، أخوة وأخوات يوكي إلى آخره. فقلمك وياي وحاول تسجل المعلومات اللي راح نطلعها. فيوكي introduced فؤاد to his parents. يوكي قدم فؤاد لوالده and at the airport في المطار. Then ثم بعدها they all went to Yuki's uncle's house. انتبه، جميعهم يوكي وأبوه وفؤاد وأبوه كلهم ذهبوا إلى بيت عم يوكي باي كار، بواسطة السيارة. من الممكن الأستاذ بعد ما أوضح هذا المقطع النصي يقول لك how did they go to Yuki's uncle house، كيف ذهبوا إلى بيت عم يوكي؟ تقول له باي كار، بواسطة السيارة. يوكي's father drove the car on the left. انتبه لي هنا، أبو يوكي قاد أو ساق السيارة على الجانب الأيسر. On the way، هاي العبارة جدا 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 مهمة، تحفظها إملاء ومعنى. On the way معناها بطريقهم، طريقهم بعد بينما كانوا يقودون السيارة بطريقهم. On the way فؤاد noticed، فؤاد لاحظ، هاي الكلمة كذلك جدا مهمة، لاحظ فؤاد. شنو لاحظ فؤاد؟ لاحظ فؤاد many other strange things، الكثير من الأشياء strange. شنو معنى strange؟ معناها غريب. الكثير من الأشياء الغريبة الأخرى. شنو الأشياء الغريبة الأخرى؟ ليش هو شنو الغريب؟ بالبداية أول شيء لاحظ يوكي إنه هم يقودون على الجانب الأيسر من الطريق. هذا شغلة غريبة ما كان يلاحظها بغير بلد. الشغلة الثانية many other strange things، الأشياء الغريبة الأخرى،
Some people were wearing traditional clothes. بعض الناس كانوا يرتدون ملابس traditional. شنو معنى traditional؟ تقليدي، ملابس تقليدية، ملابس قديمة، يعني ملابس خاصة بالإرث الياباني، زيهم الياباني المعروف عنهم اللي هو راح نسميه بعد قليل الكيمونو. احنا مثل ما عندنا مثلا الجنوب شائع عندهم لبس الدجداشة، مثلا الرجال يلبسون الدجداشة العربية، فكذلك باليابان عندهم زي تقليدي. احنا عندنا زي التقليدي هو الدجداشة، هم كذلك عندهم زي تقليدي اللي هو الكيمونو، راح نجي نتعرف عليه بعد دقائق. The signs above the shops were in Japanese. طبعا اكيد الساينز العلامات، هاي الكلمة كذلك مهمة، علامات، العلامات اللي كانت على أعلى المحلات كانت باللغة اليابانية، هذا أكيد شيء بديهي مو غريب. فؤاد could not understand the word. انتبه لهاي الجملة جدا مهمة، فؤاد لم يستطع أن يفهم كلمة من هذه الكلمات، شيء أكيد ما راح يفهمها لأن هي مكتوبة باللغة اليابانية، فبالتالي ما راح يفهمها. But it was a very interesting journey. لكنها كانت رحلة جدا مثيرة، الرحلة اللي أقضوها من المطار إلى بيت عم يوكي. At the house. أما في البيت لما وصلوا للبيت، فؤاد and his father met the rest of Yuki's family. كان انتبه لهذه الكلمة جدا مهمة اللي هي الرست. رست معناها باقي. فؤاد وعائلته التقوا بعائلة يوكي أو بباقي عائلة يوكي. هسه هم حاليا بمن ملتقين؟ ملتقين فقط بيوكي وأبو. لما وصلوا للبيت التقوا بباقي أفراد عائلة يوكي اللي هي رست. رست معناها الباقي. يوكيز أنكل، انتبه هنا أنا سرح نجي نطلع المعلومات. عم يوكي is a huge man. شنو معنى كلمة huge؟ ما قلتها سابقا، ضخم. وحفظوا لي هاي المعلومة جدا مهمة، بعد قليل راح يسألني الأستاذ عنها بداخل الصف كتحضير يومي. عم يوكي شنو الصفة مالته؟ huge. شنو معنى huge؟ ضخم. عم يوكي ضخم جدا. At first، في البداية، فؤاد was little afraid of him. فؤاد كان afraid. شنو afraid؟ معناها مرعوب. كان بعض الشيء مرعوب أو خايف من هذا الرجال الضخم اللي هو عم يوكي. أو بالبداية afraid معناها كان مرعوب. But Mr. Mitsubishi، هذا اسم عم يوكي، حفظوه. Mr. Mitsubishi هو عم يوكي اللي هو الرجل الضخم. لكن هذا السيد ميتسوبيشي was very kind، كان جدا لطيف and friendly وودود. يوكي's brother، أخو يوكي جيرو، احفظوا وياي. عم يوكي شنو اسمه؟ ميتسوبيشي. أخو يوكي شنو اسمه؟ اسمه جيرو. is 16. إيش قد عمر أخو يوكي؟ عمره 16 سنة. he is tall، صفته طويل and thin ونحيل. And they very quiet. And very quiet. وجدا هادئ. His sister أخته إيش اسمها؟ ريكو. احفظوا وياي. عم يوكي شنو اسمه؟ ميتسوبيشي. أخو يوكي شنو اسمه؟ جيرو. إيش قد عمره؟ 16. أخت يوكي شنو اسمها؟ اسمها ريكو. She is the opposite. على عكسه. She is 7 and she talks a lot. إيش قد عمرها أخت يوكي؟ عمرها 7 أعوام and talks a lot وتتحدث كثيرا. صفتها أنها تتحدث كثيرا. She spoke to Fuad in Japanese because she does not speak English. كانت تتحدث مع فؤاد باللغة اليابانية لأنها لا تستطيع أو لا تعرف أن تتحدث باللغة الإنجليزية. She loves a lot. تضحك كثيرا. To أيضا. Everyone was very friendly. الجميع، جميع عائلة يوكي كانوا ودودين. friendly معناها ودودين. هسه احنا استخرجنا المعلومات. استاذ بشنو راح تفيدني هاي المعلومات؟ قبل ما انتقل لكتاب النشاط، اتاكد انك حفظت جميع افراد عائلة يوكي اللي هو ميتسوبيشي اللي هو عم يوكي، جيرو اللي هو اخو يوكي عمره 16، ريكو اللي هي اخت يوكي اللي عمرها 7 أعوام. بعد ما حفظنا المعلومات تنتقل لكتاب النشاط. شوف هنا كل تمارين كتاب النشاط متمحورة حول هذا المقطع النصي اللي قلناه، فشوف وياي أو انتبه وياي، قلمك وياي وحاول سجل هذه المعلومات. بتمرين رقم 1، look at the student's book، انظر إلى كتاب الطالب. find the words and the phrases that mean the following. شوفوا هنا، جد الكلمات
أو العبارات التي تعطي معاني العبارات التالية. شنو يقصد؟ يقول لك أريدك تنطي لي مرادف لهذه العبارات. مرادف هذه العبارات وين لقيتها؟ لقيتها بالمقطع النص اللي حفظناه. يعني على سبيل المثال while they were driving to the house. شنو معنى while؟ معناها بينما، بينما كانوا يقودون أو يسوقون السيارة إلى البيت. أريد مرادف لهذه العبارة. شنو الكلمة اللي أخذناها مرادفة لهذه العبارة؟ on the way. أخذناها قلنا on the way. شنو معنى on the way؟ بطريقهم. لاحظوا إذا ترجعون للمقطع النصي قلنا إنه on the way بطريقهم، أثناء قيادتهم للسيارة بطريقهم إلى البيت. While they were driving to the house، بينما كانوا يقودون السيارة إلى البيت. عبارتين كلمات مختلفات لكن تنطي نفس المعنى. بعد مثال آخر saw. شنو معنى saw؟ معناها رأى. زين، يقول لك شنو الكلمة اللي قلتك إياها بالمقطع النصي تعطي نفس معنى كلمة رأى؟ كلمة noticed. شنو معنى كلمة noticed؟ معناها لاحظ. إذن من خلال ملاحظة للعلامات اللي موجودة على المحلات، إذن هو لاحظ العلامات يعني رأى العلامات، نفس المعنى. بعد new to him. شنو معنى new to him؟ new جديد، جديد عليه، فالشغلة جديدة عليه. ايش تعتبر بالنسبة لي؟ strange. شنو معنى كلمة strange؟ معناها غريبة، شيء غريب علي، ما شايفه، أول مرة أشوفه، جديد علي. the opposite of modern. انتبه هنا، opposite معناها معاكس، معاكس كلمة modern. أخذنا كلمة modern معناها حديث. شنو الكلمة المعاكسة لهذه الكلمة؟ كلمة traditional. شنو معنى traditional؟ traditional معناها تقليدي أو أثري أو قديم جدا، نفس المعنى. names and notices. names أسماء، notices ملاحظات. شنو الكلمة اللي أخذناها بالمقطع النصي تعطي نفس هذا المعنى، نفس هذه الكلمات؟ كلمة signs. شنو معنى signs؟ علامات. العلامات اللي لاحظها يوكي، العلامات اللي موجودة وين؟ أعلى المحلات. العلامات اللي على المحلات عبارة عن شنو؟ عبارة عن names أسماء، notices ملاحظات. اللي بعدها did not know the meaning of. لم يعرف معنى فراغ. شنو الكلمة اللي ترادف هذه الكلمة؟ ذكرنا بالقطعة عبارة couldn't understand a word. لم يفهم كلمة ولا كلمة فهم من خلال كلمات اللي شافها بالشارع. شنو معناها؟ did not know the meaning of. ما عرف معناهن، يعني ما عرف، ما عرف الكلمات اللي طلعت قدامه. the other people in Yuki's family. other معناها آخرين، الناس الآخرين أو الأشخاص الآخرين في عائلة يوكي. باقي عائلة يوكي سميناهم، سميناهم the rest. rest الباقي، التقوا بباقي عائلة يوكي في بيت عم يوكي. frightened معناها مرعوب. شنو الكلمة اللي أخذناها بالقطعة نفس الكلمة أو نفس المعنى؟ كلمة afraid. afraid معناها خائف أو كذلك تجيب معنى مرعوب. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. قبل ما أعبره، هذا التمرين طلاب تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. أستاذ شلون يجيني بالامتحان؟ يجيك مثل ما هو، ينطيك العبارة ويقول لك انطيني الكلمة المرادفة لهذه العبارة. يا سؤال بالسؤال الإملاء، يعني أنا ما راح يجيبك يا لا اختيارات ولا إسقاطات ولا توصيلات. لازم تحفظ إملاء هذه الكلمات اللي كتبناها أو اللي حليناها باللون الأحمر. فيجب حفظ إملاء ومعاني هذه الكلمات. ننتقل إلى تمرين رقم 2. Answer the questions about the text in the student's book. شوف هنا أنا يقول لك أجب على هذه الأسئلة من النص اللي أخذته كتاب الطالب. راح نتعرف أو راح نعرف الأسئلة راح يسأل الأستاذ داخل الصف عن عائلة يوكي. يعني على سبيل المثال What was the first strange thing that Fuad noticed؟ ما هو أول شيء لاحظه فؤاد أو أول شيء غريب لاحظه فؤاد؟ ذكرنا أنه أول شيء غريب لفت انتباه يوكي أنه الكارز السيارات drive on the left، أن السيارات يتم قيادتها على الجانب الأيسر. السؤال الثاني Who are these people؟ من ذول الناس؟ مستر متسوبيشي أو متسوبيشي. من هو مستر متسوبيشي؟ قلنا يوكيز أنكل.
عن يوكي. زين جيرا من هو؟ يوكيز برادر، أخو يوكي. زين ريكو أخت يوكي، فقل يوكيز سيستر، أخت يوكي، وهكذا. قلت لكم راح يسألكم الأستاذ بداخل الصف عن عائلة يوكي. لاحظوا أن هذه الأسئلة راح يسألها الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي. Who is من هو the tallest person in Yuki's family؟ من هو أطول شخص بعائلة يوكي؟ لاحظنا أنه شغلة كلش مهمة ذكرها، أنه عمنا اللي هو مستر ميتسوبيشي إنسان ضخم جدا، فإذا أطول شخص وأضخم شخص بعائلة يوكي اللي هو مستر ميتسوبيشي. زين زين ديون كست أصغر شخص بالعمر بعائلة يوكي من هو؟ البنية الصغيرة اللي هي أخت يوكي اللي اسمها ريكو، عمرها 7 أعوام. وراها شكلي يقول لي label the pictures، اكتب أسماء هؤلاء الأشخاص. طبعاً هسه أنا هذا ما أعرفه، ما متأكد من عنده، بس مبينة هذه أخت يوكي، شو اسمها؟ اسمها ريكو. زين هذا من هو؟ هذا أخو يوكي الأكبر اللي عمره 16 سنة اللي سميناه جيرو. هذا أضخم شخص بالعائلة اللي هو من هو؟ اللي هو ميتسوبيشي، وهكذا. زين هذه من هي؟ هذه أم يوكي. شو نسميها أم يوكي؟ بس ما عرفتها، أسميها ميسيز أونو، السيدة أونو، زوجة مستر أونو، زوجة أبو يوكي اللي هي والدة يوكي. هو نفسي هذا هو كاتب لي أصلاً يوكي. اللي بقى من هو هذا؟ أكيد مستر أونو، السيد أونو اللي هو أبو يوكي. هذا ما يخص كذلك تمرين رقم 3 أو تمرين رقم 2 و3. هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. مجرد الأستاذ يطلب من الطلاب من خلال المقطع النصي، من خلال فهم المقطع النصي، يحاولون يجاوبون على هذه الأسئلة بداخل الصف. أما تمرين رقم 4 يقول لي compare the people in Yuki's family، قارن بين الأشخاص اللي بعائلة يوكي. منطيني يونغ، ركز وياي، يونغ معناها شنو؟ صغير بالسن. tall معناها طويل. plump معناها ممتلئ، ممتلئ يعني شوية متروس أو سمين بعض الشيء. big معناها كبير بالحجم. small صغير بالحجم. short معناها قصير. وold معناها كبير بالسن. زين طلاب ركزوا وياي على أمر جدا مهم قبل ما تحلون هذا التمرين. هو ايش ده يقول؟ ده يقول لي قارن، يعني لازم، لأن الصفات، لأن الصفات صفات مجردة، لازم أسويهن صفات مقارنة. تتذكرون بالدروس السابقة بالوحدات السابقة صفة المقارنة شلون أحولها؟ إما أضيف لها ER أو أضيف لها more. ER إذا من مقطع صوتي واحد، more إذا كانت أكثر من مقطع صوتي. يعني على سبيل المثال young مقطع صوتي واحد، young معناها صغير، younger أصغر، tall طويل، taller أطول، plump ممتلئ، plumber أكثر امتلاعا، big كبير، bigger أكبر، وهكذا. لازم أضيف لهن أما هي أو more. شلون يعني؟ يعني مثلا يقول لي يوكي فراغ ذان جيرو، يوكي فراغ من جيرو. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ ذكرنا بالمقطع النص اللي قرناه بداية الدرس أن يوكي أصغر سنا من جيرو، فأقول younger. إذا تذكرون يوكي جد عمره 13 سنة، وجيرو أخوه جد عمره قلنا 16 سنة. إذا هو younger. شنو معنى younger؟ أصغر سنا. but لكن فراغ ذا ريكو، لكنه فراغ من ريكو. ريكو أخته الأصغر، إذن هو أكبر من عندها، فأقول older، older than ريكو، أكبر سنًا من ريكو. إذن أحذف younger و older. بعد مستر أونو أو ميسيس أونو، السيدة أونو اللي هي أم يوكي، فراغ than فراغ than مستر أونو، فراغ وفراغ من السيد أونو. نجي إذا تلاحظون على الصورة، هذا مستر أونو وهذه مسز أونو. من ناحية الطول، من ناحية الصفات العامة، قلنا إنه مستر أونو أقصر من السيد أونو، إذا شورتر. ثانيا فلمبر يعني شنو؟ يعني أكثر امتلاء، ممتلئة أكثر من السيد أونو. فإذا نقول له شورتر أقصر and فلمبر أكثر امتلاء، ممتلئة أكثر.
اللي بعدها مستر متسوبيشي. تذكرون مستر متسوبيشي اللي هو أضخم شخص بالعائلة، إنسان ضخم جدا اللي هو عميوكي. فراغ ذان مستر أونو، فراغ من السيد أونو. طبعا احنا استخدمنا كلمة شورت قصير وكلمة بلام، بقت أما تول أو بيج أو سمول. احنا نعرف أن مستر متسوبيشي بيجر أكبر وحجما منين؟ من السيد أونو، من أبو يوكي. عم يوكي أكبر حجما من أبو يوكي. ريكو، من هي ريكو؟ الأخت الأصغر. is the فراغ person in the family، هي فراغ شخص في العائلة. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أقدر أقول smallest person، هي أصغر شخص في العائلة. and Mr. Mitsubishi، أما السيد Mitsubishi اللي هو عم يوكي، is the فراغ، أقدر أقول tallest، هو الأطول. استاذ يصير اخلي هنا مثلا طوله وهنا بجست، ماكو مشكله، لان الجملتين راح يصيرن بنفس المعنى، وراح يصير الفكره انه هنا مثلا مستر متسوبيشي اطول من السيد اونو، هذا صحيح، وهنا مستر متسوبيشي از ذا بجست، هو اكبر شخص، اكبر شخص حجما بالعائله، هم من نفس المعنى ونفس الفكره. فانا ساعه اقارن من ناحيه الحجم، ساعة قارب من ناحية الطول. السؤال يحتمل أكثر من إجابة، بكيفكم تحلوه بالطريقة اللي تعجبكم. هذا ما يخص تمرين رقم 4، هذا كذلك مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما تمرين رقم 5 شي يقول لي؟ يقول لي complete the sentences use the words from the box، أكمل الجمل باستخدام كلمات من الصندوق. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، يعتبر سؤال إسقاطات، مثل ما هو يجيني بسؤال الإسقاطات أسقط الكلمة بالفراغ المناسب. بالبداية أنكل، شنو معنى أنكل؟ تجيب معنى عم وتجيب معنى خال. Arrivals hall، انتبه، Arrivals hall هو صالة الواصلين. شنو صالة الواصلين أستاذ؟ أكو مكان مخصص بالمطار، المكان هذا يوضع به الأشخاص اللي واصلين من بلد آخر، شنو نسميه؟ Arrivals hall. بوستكارد معناها طابع، كيمونو هو زي تقليدي ياباني، زي ياباني نسميه كيمونو، بلام معناها ممتلئ. أجي شو يقول لي؟ يقول لي we meet people coming off the plane and that، نحن نلتقي بالناس القادمين من الطائرة في فراغ. وين نلتقي بالناس اللي جايين من الطيارة؟ في صالة المسافرين أو صالة الواصلين. فأقول له arrivals hall، صالة الواصلين أو صالة القادمين. Some Japanese women wear a traditional Japanese dress، بعض النساء اليابانيات يرتدين فستان ياباني تقليدي called، يدعى شنو الزي الياباني التقليدي؟ سمينا كيمونو. هذا جدا مهم. If somebody is a bit fat، إذا شخص ما بعض الشيء سمين، شوية سمين، شو سمين؟ It is nice to say، من الألطف أن نقول له plump معناها ممتلئ أو بعض الشيء سمين. اللي بعدها فراغ usually has a picture and stamp on it، فراغ فيها صورة وعليها ملصق. هذه اللي بيها صورة وعليها ملصق شو نسميها؟ نسميها postcard. شنو معنى postcard؟ معناها طابع. بعد my فراغ is my father's own or my mother's brother. شوف هنا هاي السؤال كلش ذكي، وانت ماخذيه سابقا بالسادس ابتدائي. يقول لك فراغ هو اخو امي او اخو ابويا. اخو امي او اخو ابويا شو نسميه؟ نسميه انكل، العم او الخال. العم او الخال نسميه انكل باللغه الانجليزيه. هذا ما يخص من رقم 5، هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، مثل ما هو يجيني بسؤال الاسقاطات اسقط الكلمه بالفراغ المناسب، من خلال معاني هاي الكلمات أقدر أجاوب على هذا النوع من الأسئلة. هذا كل ما أخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أنه درس ممتع جدا، التقى يوكي بفؤاد، تعرفنا على عائلة يوكي، الشخصيات اللي موجودة بعائلة يوكي، الأسئلة اللي راح يسألها الأستاذ داخل الصف عن عائلة يوكي، التمارين المتعلقة كذلك بهذا المقطع النصي، وكذلك أخذنا تمرين جدا مهم. طبعا الليشة كانت كلها تمارين صفية، أما هذا التمرين المتعلق بسؤال الإسقاطات هذا تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري بامتحان الشهر الثاني من الفصل الثاني. حاولوا سجلون هاي الفيديو بكتاب النشاط وبالدفتر
وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو ضابط تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوسط.